السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معايا مره اخرى في قناتي وقناتكم وشهواتكم. اليوم ان شاء الله البنات تتم الفيديو السابق. غادي نحضروا اليوم الحشوات ديال هذوك لي ميني طارتلات اللي حضرنا في الفيديو السابق. غادي نبدا اول حاجه نصايب واحد الكاناش، يعني كتبقى مساله اختياريه، بغيتوا تزينوا بكاناش، بغيتوا تزينوا باي حاجه اخرى. المهم نصايب هذا الكاناش اللي ساهل وسريع، وغادي نزين به لي طارتلات ديال الكراميل. هنا البنات عندي 90 غرام ديال الكريمه السائله و 180 غرام ديال الشوكولاته السوداء، تكون شوكولاته من نوعيه جيده. غنغلي هذه الكميه ديال الكريمه ونتلاقاو. صافي البنات، هنا بعد ما غلات لي الكريمه غادي نضيف ليها الشوكولاته. غادي نغطس اولا هكا في الكريمه باش تاخذ ليا السخونيه ديال الكريمه والذوب ليا، نخليها واحد شويه صافي وغادي نحركها. صافي البنات، بعد ما دارت لي الشوكولاته في الكريمه غادي نفرغها هنا في هذا الصحن وغادي نوضعها في الثلاجه صافي باش تقبط راسها بين ما سالينا التحضيرات الاخرى ديالهم. غادي نبدا اول حاجه بالحشوه ديال الكراميل والمكسرات. انا غنستعمل هنايا اللوز، عندي 200 غرام ديال اللوز اللي محمر، تقدروا تعوضوه بمزيج من المكسرات كيف ما تقدروا تعوضوه بشي نوع اخر، الكركاع اولا البندق اولا اللي بغيتو. باش ما بغيتو تخدموا كتخدموا، عندي مهم هذا هو نوع المكسرات اللي غنخدم به. بالنسبه للكراميل غادي نستعمل واحد قريصه ديال الملح، عندي 100 غرام ديال الكريمه السائله، 80 غرام ديال الزبده تكون من نوعيه جيده وتكون بارده، وعندي 180 غرام ديال السكر سنيده. صافي غادي ندوزو نوجدو الكراميل ديالنا هو الاول. غادي ناخذ واحد هكا واحد الاناء اولا واحد الكاسرول اللي غادي نوضع فيها السكر ديالي، وغادي نوضعو فوق النار بلا ما نحركو حتى شي حاجه، نخليه حتى يولي ليا كراميل. هانتوما غادي تلاحظوا معايا الطريقه. هانتوما البنات كيف ما كتلاحظوا ها هو السكر بدا كيذوب هنا كيتحول لينا الكراميل. كنبقاو نحركو غير هكا بشويه على نار مهيله البنات، على نار فعلا تكون مهيله نتوما كيف ما كتلاحظوا، حتى يتحول لينا كامل السائل. هنا البنات غادي نضيف هذيك الكميه ديال الزبده وهذيك القريصه ديال الملح لتصحيح الضوء، وغادي نحرك حتى تذوب ليا هذه الزبده. هنا البنات غادي نبدا نضيف الكريمه تدريجيا مع التحريك غير بشويه، غادي تشكلوا لينا واحد الكتل قاصحين، يعني راه عادي. غادي نبقاو نحركوا حتى يذوبوا لينا ويولي عندنا واحد الكراميل اللي هكا سائل ومنسجم. صافي البنات، الكراميل ديالنا ها هو وجد كيف ما كتلاحظوا معايا صافي، يعني ما تبقاو فيه لا تكتلات لا حتى شي حاجه، ها هو كلشي دار هذوك غير فقاعات هانتوما.
صافي غادي نحيدو دابا من فوق النار. صافي البنات دابا غادي نضيف ليه هذاك اللوز. بامكانكم البنات هاد اللوز يعني هكا تهرسوه شويه، ما تخليوش هكا صين، انا خليته هكا يعني على حسب الرغبه ديالكم. دابا غادي نوجد غادي نحط لي ميني طاكولات ديالي وغادي نعمرهم. وهاد الكراميل البنات راه ملي كيبرد راه كيتقال، يعني نعمروهم وحدو مازال سخون باش ما يمحلناش. صافي البنات هنا بعد ما كملتهم، الا سخن لكم هذاك الخليط ديال اللوز والكراميل دفيوه شويه باش يبغي تحط لكم دغيا في هذا في لي ميني طارتولات ديالكم. هانتوما كتلاحظوا هانتوما البنات كيجي على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي غادي نوضعهم في الثلاجه وغادي نخليهم بين ما وجدنا الحشوه الثانيه. دابا البنات غادي ندوزو نحضرو الكريمه ديال الحامض اللي هي النوع الثاني ديال الكريمه. الكريمه كتجي لذيذه بزاف البنات وسهله في التحضير ديالها. غادي نحتاجو فيها جوج معالق كبار ديال دقيق النشا اولا مايزينا، جوج معالق كبار عامرين، كاس الا ربع من سكر سنيده، كاس ديال الماء، ماء عادي كاس بنفس الكاس كنعبرو. عندي قشره ديال الحامضه والعصير ديالها، حامضه صغيره الا كانت كبيره بزاف كنديرو غير النص ديالها. عندي هنايا اصفر بيضه، معلقه كبيره ديال الزبده، درت انا هنا الزبده من نوعيه جيده باش تعطيني مذاق زوين للكريمه، تقدروا تستعملوا حتى الزبده ديال العلب. وعندي النكهه ديال الحامض غنستعمل منها تقريبا واحد نص معلقه ولا معلقه صغيره، نشوف هذه الا ما قدتنيش ناخذ من هذه. صافي على بركه الله غادي نبداو في طريقه التحضير. غناخذ واحد الكاسرول وغادي نوضع فيها السكر سنيده، غادي نضيف الماء وغادي نضيف بودرة النشا جوج معالق كبار يكونوا عامرين. صافي البنات وغادي نخلط هاد الخليط مزيان هكا على البارد كيف ما كنقولوا، عاد غادي نوضعو فوق النار مع التحريك المستمر على عافيه اللي تكون مهيله حتى يعقد ليا هاد الخليط ونتلاقاو ان شاء الله. انتما البنات كتلاحظوا الكريمه كيفاش كتعقد كيفاش كتولي. غادي نضيف ليها اصفر البيضه بسرعه ونحرك بسرعه. وغادي نرجع الكاسرول ديالي فوق النار واحد 3 ديال الدقائق صافي ونحيدها. صافي البنات غادي نضيف دابا عصير الحامض والقشره ديالو، وغادي نضيف كذلك هذيك الكميه ديال الزبده والنكهه ديال الحامض باش تعطيني اللون اكثر من النكهه. النكهه غادي ناخذوها من الحامض والقشره ديالو. صافي وبسرعه نحركو باش تذوب لينا هذيك الزبده في السخونيه ديال الكريمه.
البنات دابا غادي ندوز للتزيين. خديت هذاك الكاناش بعد ما برد ليا، انا درت واحد شويه في المجمد باش يبرد ليا دغيا. صافي وعاد هبطته للثلاجه لتحت. صافي ما مونطيتو ما والو البنات، غادي نزين. يعني كيبقى التزيين على حساب الرغبه ديالكم، انا غندير هذه الطريقه. دابا البنات غادي ندوزو نزينو. هنا طربت واحد شويه ديال لا كريم شونتيي، معاها شويه ديال الكاد الحامض غير شويه. صافي غادي نزين. كتزينو البنات بالطريقه اللي بغيتو. انا غادي ندير بهذا الشكل. صافي غير على هذا الشكل، غاديش ندور عليها كامله. وانتم زينوا كيف ما قلت لكم بالطريقه اللي بغيتوا البنات. البنات بهذا الشكل كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا، وكيكون هذا هو الشكل النهائي الميني تورتات ديالنا ديال اليوم. كتلاحظوا كيفاش كيجي المنظر ديالهم زوين بزاف. كذلك البنات المذاق كيجي رائع جدا جدا. بالنسبه لهادو ديال اللوز مع تناغم ديال الكراميل مع اللوز اللي مقرمش، ضروري البنات حمروا المكسرات ديالكم عاد باش تستعملوهم مع هذاك الكناش اللي الفوق، كيعطينا واحد الانسجام في المذاقات غزال بزاف. بالنسبه لديال الحامض يعني بلا ما نشكرها لكم اللي عزيز علي انك هذا الحامض، هذه الكريمه كتجي بنينه 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 بزاف البنات. نتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم ان شاء الله، وتجربوا هاد جوج النكهات ديال ليميني تارتوليت. راه ساهلين كيف ما لاحظتوا معايا، يعني ما فيهم شي تكنيك لي صعيبه ولا شي حاجه، وكيعطيونا نتيجه زوينه بزاف. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليه لايك، كذلك تشتركوا بالقناه اللي مازال ما اشترك بها باش توصلوا دائما بجديد الوصفات وجديد الفيديوهات. الى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.